الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بفهم كتابه، وأن يجعلنا ممن أطاع أمره وسار على شرعه، فكان له الفوز والنجاة دنيا وآخرة. وبعد، لعلنا بإذن الله جل وعلا أن نقرأ شيئا من آيات كتاب الله عز وجل من سورة النحل، لعل الله أن يمن علينا بمعرفة شيء من معانيها وأحكامها، فليتفضل القارئ مشكورا بارك الله فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. يبين الله جل وعلا لأولئك المشركين أنه غني عنهم وعن عبادتهم،
وأن المستفيد من التوحيد هم أهل التوحيد أنفسهم، وأنه لو كفر جميع من في الأرض فإن الله جل وعلا لا يتضرر بذلك. وبين لهم أن جميع ما في الكون خاضع لله، يسبح لله ويسجد له سبحانه وتعالى. ومن ثم فإعراض بعض بني آدم لا يمثل شيئا، ولذا قال أولم يروا. الرؤية هنا الرؤية التي تكون بواسطة الاعتبار والاتعاظ، فهنا رؤية قلبية وليست رؤية بصرية. وقيل بأنها رؤية بصرية لأنها متعلقة بالفيء الذي يشاهدونه ويرونه. فقال أولم يروا إلى ما خلق الله، أي إلى الأشياء والمواد الكثيرة المتتابعة التي خلقها الله فأوجدها من العدم، وأن هذه الأشياء تسجد لله تعالى. فقال أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، أي يتمايل، فمرة يكون جهة المشرق ومرة يكون جهة المغرب في حركة يومية، ثم هو يتمايل في حركة سنوية جهة الشمال وجهة الجنوب. فهذه دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى وتقديره في حركة منتظمة في وقتها المتكرر يوميا أو سنويا. فقال يتفيأ ظلاله، أي أن حجبه للشمس إلى ما أمامه يتمايل يوميا وسنويا. ولذا قيل عن الظل بأنه الفيء. قال عن اليمين والشمائل، فهو هنا يسجد لله تعالى وهم داخرون، أي صاغرون ذليلون خاضعون لله تعالى. وحينئذ إذا كان كل شيء يسجد لله فأنتم يا بني آدم لن يؤثر عدم سجودكم، فالله مستغن عنكم. ولذا قال ولله، قدم الجار والمجرور هنا من أجل إفادة أنهم لا يسجدون إلا له. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. الدابة كل ما يدب ويجري ويمشي على الأرض، سواء كان من الحشرات أو كان من الزواحف أو كان من البهائم أو كان من بني آدم، ممن يسجد لله تعالى. فهؤلاء كلهم يسجدون لله. فإن قال قائل ما صفة هذا السجود؟ قيل هو سجود حقيقي نؤمن به على ظاهره، فجميع ما في الكون خاضع لله تعالى، وكيفيته لم نطلع عليها، ومن ثم لم يصح منا أن نجيبه عليها، فإن الله جل وعلا قد أمرنا بأن نؤمن بما في كتابه وأن نصدق به. وإذا علمنا بأن كل ما في الكون يستجيب لأمر الله تعالى ويمتثل له، علمنا بأنه لا يستبعد
سجود هذه المخلوقات لله تعالى. ثم ذكرهم بأن الملائكة وهي أعظم خلقاً وأكبر قدرة تسجد لله تعالى، وهم لا يستكبرون أي لا يترفعون عن السجود لله تعالى. ولذا انظر لقوله وهم لا يستكبرون، ومثله في آيات سابقة لم يقل يتكبرون ولم يقل وهم كابرون، لمعنى عندنا الألف والسين في لغة العرب للطلب، وبالتالي يقول كأنهم حتى مجرد طلب أن يكونوا كبارا لم يطلبوه، وبالتالي هذا معنى هذه اللفظة يستكبرون. التكبر الترفع والتجبر، والاستكبار هذا الطلب الترفع. ولذا قال فيما سبق إنه لا يحب المستكبرين، وقال في مواطن أخرى استخدم هذا اللفظ المستكبرين. ثم قال يخافون ربهم من فوقهم، وكيف لا يخافون من الله وهو القادر الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وكيف لا يخافون من الله وهو الذي أنزل العقوبات العظيمة بمن أعرض عنه ولم يخضع لأمره، وكيف لا يخافون من الله وهو الذي لا زال يمدهم بصنوف النعم، وكيف لا يخافون من الله وهم عما قريب سيرجعون إليه فيحاسبهم وسيحاسب من شاء من عباده. قال يخافون ربهم، لما استخدم لفظة الرب؟ لأنه هو المنعم المتفضل، فهذا هو معنى الرب. فهم يخافون من الله أن يقطع إنعامه عنهم، ولذا قال يخافون ربهم من فوقهم، فالله تعالى له الفوقية، فوقية الذات وفوقية المكانة وفوقية الجبر وفوقية جبر الناس والقوة، فهو سبحانه لا أقوى منه، وهو جل وعلا لا أعلى مكانا منه، وهو جل وعلا له علو الذات كما جاءت النصوص بذلك. ولا يعني هذا أن الجهة احتوته، لأن جهة العلو ليست من الجهات التي لها نهاية أو حد. ثم قال ويفعلون ما يؤمرون، أي أن الملائكة يمتثلون ما يأمرهم الله به وينفذونه حالا. واستخدم الفعل المضارع في الخوف وفي امتثال الأمر ليدل أنهم مستمرون على ذلك لا يقطعونه. العرب تعرف أن الله هو الخالق، ولكنها تصرف شيئا من العبادات لغير الله بزعم أنها تقرب إلى الله. فقيل لهم قال الله الذي تعترفون به وتعترفون بأن المرد له، وقال الله لا تتخذوا، أي لا تجعلوا إلهين، أي معبودين اثنين، وإنما الواجب عليكم أن تجعلوا عباداتكم لله وحده. ولذا قال إنما هو إله واحد، أي معبود واحد لا يجوز أن تصرف العبادة لغيره.
ولذا قال فإياي فارهبون. قدم المفعول في قوله إياي ليفيد أنه ينبغي أن تكون الرهبة والخوف منه جل وعلا، بحيث لا يخاف الإنسان من شيء من أمور الدنيا، سواء كان حيواناً أو جباراً، فإن الجميع بيد الله جل وعلا يصرفهم كيف يشاء. وإنما يخاف من الله أن يسلط هذه المخلوقات عليه. ثم قال تعالى وله ما في السماوات، فإن الله هو المالك لها، الملك الحقيقي، ولذا قدم الجار والمجرور له ليفيد أنه المالك الوحيد الحقيقي لكل ما في السماوات والأرض. وله الدين واصبا، الدين يراد بها العبادة، وقد يراد بها الجزاء، وقد يراد بها الطاعة، فهذه ثلاثة معان من معاني الدين، وكلها مقصودة هنا. فالعبادة حق له وحده، لا يجوز أن تصرف لغيره، والجزاء عنده جل وعلا، فهو الذي يجازي العباد، وكذلك الطاعة، فالله هو المطاع، وهو الذي يطاع من أمر الله بطاعته. ولذا قالت العرب فلان تدين له الناس، أي تطيعه وتستمر في طاعته. وقوله واصبا تشتمل على معنيين، أولاهما الإخلاص، بحيث يجعل الأمر له وحده دون من سواه، كائنا من كان. والمعنى الثاني يشتمل على الاستمرار والمداومة، بحيث لا يجعل وقت لله في العبادة ووقت لغيره. ولذا قال أفغير الله تتقون، فالتقوى التي تجعل الإنسان يجعل أمامه وقاية تقيه مما لا يريد، ينبغي أن تكون من الله، لأنه هو المتصرف في الكون وحده. ثم ذكر بنعمه فقال جميع النعم التي وصلتكم والخيرات التي حصلتم عليها هبات من الله تعالى، ومن ثم كيف تعبدون غيره؟ هذه الأصنام وهذه الأوثان التي تعبدونها من دون الله لم تعطكم شيئا ولم تهبكم شيئا، وبالتالي فكيف تعبدونها؟ ولذا قال وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم، أي أصابكم، واستعمل المس لأنه أدنى حركة، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي تلتجئون إليه وتتضرعون بين يديه وتنادونه بالصوت الخافت والرفيع، تطلبون منه أن يزيل عنكم ذلك الضر. هذه الصفات صفات عظيمة، ألا وهي استشعار الإنسان أن النعمة من الله، ولجوه وتضرعه أيام الضر لله تعالى، لكن الإشكال في كونهم أيام الرخاء يتوجهون بعبادتهم لغير الله تعالى. ولذا قال ثم إذا كشف الضر عنكم، أي أزال ما أصابكم من أنواع الضرر، حينئذ يوجد فريق منكم، طائفة، بربهم يشركون،
أي يتوجهون ببعض عباداتهم لغير الله سبحانه وتعالى. فحينئذ ألا تستشعرون أن نعمكم من الله، وبالتالي تعلمون أن الواجب عليكم أن تفردوا الله بالعبادة، ثم أنتم في حال الضر لا تتوجهون إلى معبوداتكم وإنما تتوجهون إلى الله، وبالتالي ألا يكون هذا شأنكم في جميع أوقاتكم حتى في أوقات الرخاء، بحيث لا تتوجهون بعباداتكم لأحد سوى الله؟ ولذا قال عن هؤلاء الذين أشركوا في العبادة ليكفروا بما آتيناهم، أي يجحدوا نعم الله عليهم ويصرفونها في عبودية غير الله تعالى. وحينئذ قال الله لهم على سبيل التهديد من جهة، وعلى سبيل الإهمال وعدم وضع قيمة لهم، فتمتعوا فسوف تعلمون، أي هذه النعم التي جاءتكم من عند الله استفيدوا منها، واستفادتكم هذه ينبغي بكم أن تتفكروا فيها، فإنها تخالف الطريقة التي سرتم عليها. الله ينعم عليكم وتتمتعون بنعم الله، ومع ذلك تصرفون هذه النعم في عبادة غير الله. ولذا هددهم الله فقال فسوف تعلمون عاقبة الأمر، وسوف تعلمون أن طريقتكم في الشرك وصرف العبادة لغير الله ليست طريقة محمودة ولا تنجيكم من عذاب الله. ولذا قال عنهم على جهة الذم لهم ويجعلون، أي يصرفون لما لا يعلمون، أي لهذه المعبودات التي لم يقم دليل على أنها مستحقة للعبادة، يجعلون لها نصيبا مما رزقهم الله، فيذبحون لها من دون الله، وينذرون لها من دون الله، ويجعلون لها سجودا وركوعا وخضوعا، فيجعلون لها جزءا من أوقاتهم التي رزقهم الله إياها، وهذا يتنافى مع كون الله هو المنعم المتفضل الذي أمرهم بأن يصرفوا نعمه في مراضيه وفي عبوديته. ولذا أخبر الله تعالى أنهم سيقفون بين يدي الله وسيسألون عن هذه الأعمال، فقال سبحانه تالله، على جهة القسم لتأكيد الكلام، لتسألن، لام القسم لتأكيده مرة أخرى، لتسألن أي سوف تقفون بين يدي الله، فسيسألكم عن هذا الكذب على الله وعن الافتراء، حيث تصرفون نعم الله في مساخطه، وتصرفون نعم الله التي أنعم بها عليكم وحده في الشرك بصرف العبادات لغير الله، وبالتالي ستسألون عما كنتم تفترون، أي عن الكذب والافتراء والبهتان الذي كان من شأنكم حينما صرفتم نعم الله في عبودية غيره. ثم ذكر الله جل وعلا شأنا آخر من شأنهم المقيت، فهم مرة يشركون بالله ومرة يصرفون ما لله من العبادة لغيره، ومرة ينسبون إلى الله ما لا يرضونه لأنفسهم فينسبون إلى الله البنات،
ولذا قال ويجعلون أن ينسبون لله البنات. سبحانه أي تنزه وترفع عن هذه المقالة، وفي المقابل ينسبون لأنفسهم ما يرغبون فيه ويشتهونه من الأبناء الذكور. ثم انظر لحالهم في مسألة هؤلاء البنات، إذا بشر أحدهم البشارة تقتضي فرحا، قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى جاءت كمولودة ظل وجهه أي استمر وجهه مسودا أي صاحب لون أسود، تغير إلى السواد مما حصل له من الهم والغم ومن الحزن الشديد وهو كظيم، أي أنه قد استولى على قلبه الغيظ الشديد، ولذا فهو يسعى لكظمه وقد وصل إلى أعلى درجات هذا الغيظ. وحينئذ إذا كانت هذه حالة الإنسان عندما تنسب له الأنثى، فلما ينسب الأنثى إلى ربه جل وعلا؟ وكان من شأنه إذا بشر بالأنثى، كان من شأن هذا الإنسان إذا بشر بالأنثى أن يتوارى، أن يتخفى من القوم، أي من قرابته، من سوء ما بشر به بحسب اعتقاده، من سوء أي مما يسوء وجهه من الخبر بوجود هذه الأنثى له، وبالتالي يتردد، أيمسكه على هون؟ أي هل يبقيها ولا يقتلها ولا يئدها، وهو بذلك يكون صاغرا ذليلا، أم يدسه في التراب، أي يقوم بدفنها ووأدها في التراب؟ قال تعالى ألا ساء ما يحكمون، هذا الحكم الذي حكموه وهذه النسبة التي نسبوها أمر سيء ليس من العدل في شيء، ولذا كانت طريقتهم غير مرضية عند الله جل وعلا. فهذه آيات عظيمة فيها شيء من الأحكام والفوائد، منها أن الله جل وعلا قد جعل المخلوقات لها ظل وفيء، جعل لها ظل وفيئا، بحيث يكون هذا الظل دلالة على عبوديتها لله سبحانه وتعالى. وفي هذا آية عظيمة يتفكر فيها الإنسان تهديه إلى الله تعالى. وفي هذه الآيات إثبات سجود جميع المخلوقات لله على أمر سجود حقيقي الله أعلم بكيفيته. وفي هذه الآيات أن جميع المخلوقات خاضعة لله تعالى، تنقاد لأمره وتستجيب له جل وعلا. وفي هذه الآيات أن جميع الدواب تسجد لله تعالى على صفة الله أعلم بها. وفي هذه الآيات أن الملائكة على عظم مكانتها وما لديها من قوة تخضع لله تعالى وتسجد له سبحانه. وفي هذه الآيات ذم للتكبر وأهل الاستكبار. وفي هذه الآيات الترغيب في الخوف من الله تعالى
والخوف عبادة لصاحبها الأجر الكبير. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وفي هذه الآيات إثبات صفة العلو لله تعالى. وفي هذه الآيات أن الملائكة تمتثل أمر الله وتستمر على ذلك ولا تتوقف عن الاستجابة لأمره سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن الله تعالى أمر بالتوحيد وبجعل العبادة حق خالص له سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات تحريم صرف شيء من العبادات لغير الله، فلا يسجد إلا لله، ولا يدعى إلا الله، ولا يصلى إلا لله، ولا يذبح عبادة إلا لله، لقوله: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وفي هذه الآيات وجوب إخلاص العبادة لله جل وعلا، بحيث ينوي الإنسان بعباداته التقرب له جل وعلا. وفي هذه الآيات أن الطاعة حق له سبحانه، فيطاع ويطاع من أمر الله بطاعته. وفي هذه الآيات الأمر بالاستمرار على أنواع الطاعات. وفي هذه الآيات تذكير العباد بأن النعم التي وصلتهم هي من فضل الله جل وعلا، فهو المنعم بها المتفضل بها. وفي هذه الآيات أن العباد حتى المشركين منهم إذا أصابهم شيء من المصائب والضراء تضرعوا بين يدي الله ورفعوا أصواتهم بدعائه سبحانه وتعالى. والتضرع لله في أوقات الشدة لا حرج فيه، وإنما الإشكال في أن يتضرع العبد لله في وقت الشدة ثم إذا جاء وقت الرخاء توجه بالعبادة لغيره أو كان من الغافلين. وإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان يستشعر أنه إذا جاءته شيء من المصائب أو الضراء زاد في دعائه وتضرعه بين يدي الله جل وعلا. ولذا قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ومن هنا شرعت صلاة الاستسقاء، فإنه إذا أجدبت الأرض ولحق العناء والشقاء بالناس بسبب قلة الأمطار شرع لهم التضرع بين يدي الله بصلاة الاستسقاء. وهكذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في وقت الشدة يفزع إلى الله، ولذا في يوم بدر تضرع إلى الله وأكثر من دعائه، حتى قال أبو بكر الصديق له: كفاك مناشدتك لربك فإن الله ناصرك. وفي هذه الآيات أن طريقة المشركين بإفراد الله بالعبادة حال الشدة وبصرف العبادة لغير الله في حال الرخاء طريقة غير مرضية، وهي من أنواع الشرك التي لا يغفر الله تعالى لصاحبها. وفي هذه الآيات وجوب الاعتراف بنعم الله وصرف هذه النعم في مراضي الله تعالى. وفي هذه الآيات
أن وجود بعض النعم لدى المشركين لا يدل على صحة طريقتهم التي ساروا عليها، فإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، وإنما يعطي الآخرة لمن يحب. وفي هذه الآيات تذكير الإنسان بالعواقب، بحيث يتفكر في عواقب أفعاله قبل أن يقدم عليها. ولذا قال: فسوف تعلمون، أي تعرفون عاقبة ذلك وما تؤول إليه الأمور. وفي هذه الآيات تحريم اختراع عبادات جديدة أو إنشاء أحكام شرعية تنسب إلى الله من قبل الناس. وفي هذه الآيات المنع من صرف شيء من بهيمة الأنعام أو من الخيرات لغير الله تعالى من المعبودات. وفي هذه الآيات بيان أن العباد يسألون عن أعمالهم يوم القيامة وأنهم يحاسبون عليها. وفي هذه الآيات أنه لا يصح أن يرضى الإنسان لغيره ما لا يرضى لنفسه. ولذا إذا كان أهل مكة لا يرضون لأنفسهم بالبنات، فينبغي بهم ألا يرضوا بمثل ذلك لغيرهم. وفي هذه الآيات أيضا إثبات السؤال عن كافة الأعمال يوم القيامة. وفي هذه الآيات طريقة العرب أو بعض العرب الذين ينسبون إلى الله الولد، وبعضهم ينسب إليه البنت، وبعضهم يقول بأن الملائكة بنات الله، إلى غير ذلك من نسبة الأولاد لله. والولد يحتاج إليه الإنسان لأحد معنيين: الأول مساندته فيما لا يستطيع على القيام به وحده، والله تعالى ليس كذلك، فهو الغني لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وبالتالي لا يحتاج إلى الولد في ذلك. ثم يحتاج الإنسان للولد ليبقي ذكره، لأنه سيموت فيبقى ولده من بعده لإحياء ذكره. ولكن الله تعالى ليس محتاجا لذلك، فهو الباقي وهو الآخر الذي ليس بعده بشيء بعده شيء، وبالتالي لا يحتاج إلى ولد يبقي ذكره بعده، فإن الله تعالى باق لا يزول سبحانه وتعالى، ومن ثم لا يحتاج إلى ولد يحقق له ذلك الأمر. وفي هذه الآيات تحريم طريقة أهل الجاهلية بالتأفف من الذرية البنات وسعيهم في وأدهم ودفنهن أحياء. وفي هذه الآيات أن أهل الباطل تسود وجوههم وتمتلئ قلوبهم حنقا وغيظا بسبب ما قدره الله لهم من البنات، بخلاف أهل الحق والإيمان فإنهم يرضون بما قسمه الله تعالى لهم، وبالتالي لا يقومون بوأد بناتهم. وفي هذه الآيات أن هذه الطريقة التي سار عليها هؤلاء من واد البنات ومن التأفف منهن طريقة
غير مرضية، ولذا قال ألا ساء ما يحكمون. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال هذه الأمة وأن يعيدها عودا حميدا لشرعه ودينه هذا، وأسأله جل وعلا لولاة أمرنا التوفيق لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.